بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية نهني أنفسنا والشعب العماني بمناسبة العيد الوطني المجيد، وأرفع آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب ياء السلطان قابوس بن سعيد المعظم، سأل الله تعالى أن يمد في عمره وأن يديم مجده وعزه، والذي يعد هذا المبتدأ الأدبي أحد معالم النهضة الثقافية التي أرساها جلالته في البلاد. وأرحب بالحضور العزيز في المنتدى وفي مقدمته ممثلو الإعلام الصحافة بمختلف الوسائل، بما في ذلك قناتا عمان الثقافية وعمان مباشر اللتان تنقلان الحدث حيا. وأتقدم بالشكر الجزيل صاحب السمو السيد هيثم بن طارق الموقر وزير التراث والثقافة، وسعادة الشيخ حمد بن هلال المعمري وكيل الوزارة للشؤون الثقافية على جهودهم الكبيرة في خدمة الحقل الثقافي وعلى عنايتهم الخاصة بالمنتدى. وأشكر كذلك الإخوة الإعلاميين وكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة في دورتها 28، وأخص بالشكر منهم الإخوة أعضاء لجان التحكيم والفرز والإشراف، كما يسرني أن أتقدم بالتهنئة للفائزين في المسابقة بشتى فروعها. سأل الله العزيز أن يوفقهم لمزيد من النجاح والعطاء، وأن يكتب التوفيق في مرات قادمة لمن لم يحالفه الفوز هذه المرة. وكما تعلمون فقد دشن المنتدى الأدبي نسخة جديدة من مسابقته السنوية التي تم الإعلان عنها في إبريل 2016، وهي باختصار تخصيص 3 مجالات في كل عام تختلف عن المجالات الثلاثة التي تكون في العام الذي يليه. وتم تحديد مجالات المسابقة في هذا العام بأن تكون للشعر الفصيح والرواية والفكر، كما تم مراعاة الفوارق العمرية وأتاحت المجال للأقلام ذات الخبرة والأقلام الشابة في الوقت نفسه من خلال تقسيم المسابقة إلى قسمين، أولهما للأعمار من 30 عاما فما فوق، وثانيهما لمن هم دون سن 30، بحيث يقدم القسم الأول عملا كاملا بينما يكتفي القسم الثاني بعمل مفرد. كما خصصنا الدورة اسم علم عماني بارز يتصل بإحدى مجالات هذا العام، وهو الشاعر أبو بكر الستاني. مجمل الأعمال المشاركة، تم استلام 22 مشاركة أو 22 مشاركة توزعت على 5 مجالات مختلفة من 6 مجالات المطروحة في المسابقة، ولم يتم استلام مشاركات في مجال واحد فقط وهو مجال الكتاب الفكري. وتم استبعاد 3 مشاركات، 2 لم تستوفي الشروط في مجالي القصيدة الفصيحة والقصة القصيرة، بحيث أنه لم ينطبق شرط العمر على المتقدمين، والثالثة في مجال ديوان الشعر الفصيح اختار المشارك سحبها بسبب مشاركته في مجال الرواية. وفيما يلي التفصيل: القسم الأول الأعمال المكتملة للأعمار من 30 سنة فما فوق. المجال الأول ديوان الشعر استلمت مشاركتان، المجال الثاني الرواية استلمت 3 مشاركات، والمجال الثالث الكتاب الفكري لم تستلم أي مشاركة. القسم الثاني الأعمال المفردة للأعمال دون 30 سنة. المجال الأول القصيدة الفصيحة استلمت 3 مشاركات، والمجال الثاني القصة القصيرة استلمت 10 مشاركات، والمجال الثالث المقال الفكري استلمت مشاركة واحدة فقط. لجان التحكيم: أولا لجنة تحكيم الشعر والمقال الفكري شملت الدكتور محمد عبد الكريم الشحي رئيسا، الأستاذ حسن بن عبيد المطروشي عضوا، الأستاذ خميس بن قالم الهنائي عضوا. لجنة تحكيم الرواية والقصة وضمت أو تكونت من
الأستاذ محمد بن خلفان يحيى رئيسا، الأستاذ زهران بن حمدان القاسمي عضوا، والدكتور محمد زروق عضوا. والآن مع أسماء الفائزين بمسابقة المنتدى في دورته مسمى عنوانه دورة أبي بكر الستالي في عام 1437-2016. القسم الأول الأعمال المكتملة للأعمار من 30 سنة فما فوق. المجال الأول ديوان الشعر الفصيح، فاز ديوان صائد الرمال الأشباح للشاعر ماجد بن حمدان الندابي. المجال الثاني الرواية، رأت اللجنة حجب الجائزة لعدم توفر الشروط الأولية لكتابة الرواية في الأعمال المتقدم بها. المجال الثالث الكتاب الفكري، كما قلنا لم يشارك أحد في هذا المجال. القسم الثاني الأعمال المفردة للأعمال دون 30 سنة. المجال الأول القصيدة الفصيحة، ظل النحيل على جدار متصدع لفاطمة بنت حسان اللواتية. المجال الثاني القصة القصيرة، مناصفة بين قصة القابع خلف القناع لمحمد بن حمدان الزرافي وقصة صك الغفران لمريم بنت سعيد العدوية. المجال الثالث المقال الفكري، رأت اللجنة حجب الجائزة لأن النص المشارك أو المشارك لم يشتمل على مقومات المقال الفكري. هذا وشكرا لكم، وتفضلوا إن كان هناك أسئلة حول البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الصوت الصحفي جريدة الوطن، يبدو أن هناك في إعادة غربلة بالنسبة للمسابقة مثل ما عهدناها في السنوات الماضية. بقيت بعض المجالات موجودة مثل الشعر الفصيح والرواية والقصة، لكن مثلا الشعر الشعبي ما موجود، أصناف وأيضا الفنون ما موجودة. من خلال البيان يعني استمعنا أن السنوات المقبلة أو الدورات المقبلة ستكون يعني مختلفة، المجالات المطروحة غير هذه في هذه السنة. يعني ما مدى أولا يعني ألا تخشون أن تفقد المسابقة بريقها مثل ما كانت يعني موجودة في السنوات الماضية، بحيث أنها اقتصرت على بعض التفاصيل في هذه السنة؟ السؤال الثاني، طبعا بالنسبة للشعر الشعبي هو يعني له حضور طاغي على مستوى الخليج والسلطنة، يعني وتخير العارفين بهذا الموضوع. السنة يعني لم يكن موجود، بس نود أن يعني نستمع إلى تفسير متى سنرى الشعر الشعبي ضمن المجالات الموجودة، كون أن القصة موجودة والرواية موجودة والشعر الفصيح موجود. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ خميس. طبعا بالنسبة لأن المسابقة تفقد بريقها كما قلت بسبب التقليص ولا العكس، نتيجة الدراسات التي قام بها المنتدى في الفترة الأخيرة عن طريق ورشة عمل، وعن كذلك بالطريق أخذ الملاحظات من قبل المحكمين السابقين، تقليص هذا حتى يعني تواصل المسابقة عملها بزخمها المعهود، لأن في المرات السابقة في الدورات السابقة المتأخرة كان هناك ضعف موجود. فالذي نأمل هو العكس، أن المنتدى مسابقة المنتدى أن تأخذ زخما أكبر وأوسع. بالنسبة طبعا لما تفضلت به عن الشعر الشعبي، طبعا جميع أصناف الشعر والأدب والمجالات الثقافية هي مأخوذة في الحسبان ومدرجة، لكن ليس بالضرورة أن يكون في هذا العام، كما قلنا من ضمن ما رأينا أن تقلص في مجالات بحيث أنه تعظم يعني جائزة بشكل يعني تغري للمتقدم في هذا الجانب. فهذا التقليص لا يعني إهمال أي مجال مجالات السابقة التي كان المنتدى يطرحها، إنما هي توزعت وستتوزع على سنوات
لاحقة بإذن الله تعالى. بالنسبة للأعمال الفائزة الكاملة، هل تقصدون كتب فائزة أو مثلا يعني مثلا إصدار ديوان كامل؟ نعم. أم ماذا بالضبط؟ نعم نعم، يعني عندي مثلا الكتاب الفكري ايه؟ اعتبار كامل، بينما المقال لا يعتبر كاملا يعني. إذا نأخذ في المجال بالنسبة للمقال أيضا هناك أيضا كتب جمعت مقالات فقط كاملة يعني. لا نأخذ مقالا فقط. كويس. أستاذ خميس، سأل عن خطتكم للعام القادم إن شاء الله، يعني منتدى يعني. نعم. خطة المنتدى للعام القادم إذا تعطينا نبذة عنها يعني. يعني الخطة العامة للمنتدى أو مقتضبة يعني إذا في. نعم. طبعا بالنسبة للخطة العامة للمنتدى، المنتدى جهز خطته وهي أيضا متنوعة، ستركز على النوع أكثر من تركيزها على الكم، ويعني ستركز كذلك على ما يتعلق ب يعني عمق أو الفكرة المطروحة، سواء كانت عن طريق ندوة أو محاضرة أو أمسية أو غير ذلك. لكن طبعا نحن عندنا يعني إجراءات في مثل هذا الجانب، من هذه الإجراءات أن يتم عرض البرنامج خطة على اللجنة الاستشارية. الآن نحن في سعينا للاجتماع طبعا باللجنة الاستشارية، وقريبا إن شاء الله تعالى سندعوكم لعرض هذه الخطة بإذن الله تعالى. السلام عليكم، أحمد النداب، الهيئة العامة لإدارة التلفزيون. بالنسبة للمجال الثالث الكتاب الفكري، ذكر البيان أنه لن يشارك أحد في هذا المجال. نعم. وأيضا المجال الثالث وهو المقال الفكري لم يشتمل على مقومات المقال الفكري، ما هو تفسيركم لذلك؟ هل معناته كانت شروط المسابقة ربما تكون شوية صعبة، أم أن الساحة العمانية ضعيفة في هذا الجانب، أم أنه التسويق للمسابقة كان متأخر نوعا ما؟ يعني بداية أنا لا أريد أن يعني حد الآن أستبق يعني الموضوع، لأن الموضوع أيضا يعني من ضمن ما أدخلناه في هذا العام هي وجود اللجنة المشرفة، ما كانت موجودة في السابق. اللجنة المشرفة سترصد كل يعني الملاحظات الموجودة، من ضمن ما يتقدم به الأساتذة والدكاترة المحكمون في مثل هذا الجانب، وستخضع مثل هذا الجانب التقييم العلمي الموضوعي، بحيث نحن نتلافاه في المرة القادمة، هل بسبب التسويق مثلا أو يعني لا تزال الجائزة بالنسبة لعمل فكري واسع ضعيفة مثلا، هل يعني كانت المدة قليلة يعني ضيقة في الإعلان عن هذا الجانب، أو يعني بسبب أنه التغييرات التي جرت على الندوة عفوا على المسابقة وتطويرها، دائما يستلزم انه اي تطوير في يعني يحتاج الى فهم بحيث انه يعني يكون جاذبا في هذا الجانب. كل هذه الاشياء قد تكون استاذ وارد في هذا الموضوع، لكن باذن الله تعالى سوف ندرس هذا الموضوع وسنخرج به بنتائج. فقط متى سيتم الاحتفاء بالفائزين؟ الاحتفاء بتاريخ 15 ان شاء الله تعالى، من هذا الشهر المنتظر، وسيعلن عن ذلك ان شاء الله تعالى. وندعو كذلك عن الصحافه والاعلام، وندعو ايضا كافه الناس للحضور لتكريم الفائزين. مره اخرى الشكر لكم، وهني الفائزين، وباذن الله تعالى يعني المسابقه سوف تنظر في كل ما يمكن من تطويرها في المرات القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا كذلك عن حتى الأنسة للإذاعة والتلفزيون والصحف التي حضرت اليوم، ولكل التغطيات سواء كانت التغطيات الاعتيادية أو الرقمية. شكرا.